جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤاله الأخير في هذا اللقاء يقول: امرأة تقول إنها صامت اليوم الأول والثاني من رمضان ثم أسقطت وهي في الشهر الثاني، وكان هناك نزيف ونومت بالمستشفى حتى توقف النزيف ثم خرجت واستمرت في الصيام، فما حكم صيام اليومين الأولين؟ إذا كان هذا النزيف، إذا كان الإسقاط إسقاط الحمل لشهرين فقط، فإن صيامها صحيح ولو كان عليها دم، لأن هذا الدم لا يعتبر نفاسا وإنما يعتبر نزيفا، فيصح منها الصيام، وتجب عليها الصلوات الخمس لأنها تعتبر طاهرة، لكون هذا الحمل لا حكم له من ناحية ما يحصل بعده من دم، فإنه يعتبر هذا الدم دم فساد، دم نزيف، لا يمنع الصيام والصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كانت قد أفطرت طيلة مدة تنويمها في المستشفى شيخ صالح، فهل لكم من كلمة يحفظكم الله؟ إذا كانت أفطرت للمرض كونها مريضة، نعم، فلها الرخصة في ذلك وتقضي هذه الأيام. الحمد لله. نعم. أما إذا كانت أفطرت ظنا منها أن هذا الدم يمنع الصيام فهذا خطأ منها. الله المستعان. وعلى كل حال تقضي. الله المستعان. ما أفطرت. الله المستعان. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.